بيسيب ربنا للآخر لما لاقي وقت أبقى أقرأ الإنجيل، يبقى مش بيجري في الطريق الروحي. اللي يقول لو عرفت أصحى الصبح هروح القداس، يبقى مش بيجري. لا لا، ده بيتمشى، ده بيتدلع. إنما اللي هيصحى حتى لو ملحقش ينام، لأن القداس يعني قداس، ده بيجري. اركضوا لكي تنالوا. يبقى أول علامة إنك أنت بتجري أن تبكر. تبكر يعني تبقى بكور عمرك، بكور يومك، بكور صحتك لربنا. تقرأ الإنجيل قبل ما تتفرج على التلفزيون، وقبل ما تقرأ جرايد، وقبل ما تفتح الفيسبوك وتقرأ بذمة. تحفظ المزامير قبل ما تحفظ الأغاني ولا تسمع كلام الدنيا. تاني علامة من علامات الجري التدقيق. فاكرين بولس قال لنا ايه في الاول؟ قال لنا اركضوا، وبعدها قال كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. اللي عاوز يجري لازم يبقى رياضي وجسمه حلو، واللي عاوز يجري في الطريق الروحي لازم يدقق مع نفسه، لانه لو جسمه سايب روحيا بياكل اي كلام وبيشوف حاجات اي كلام وبيقول اي كلام وبيسرح في اي كلام، لا لا لا، ده مش بيجري. ده بيفتح التلفزيون يقعد زيه زي الكنبة كده ويتفرج، ده مش بيجري. ده أي حاجة في الفيسبوك بيبص عليها ما تفرقش، لا ده مش واخدها جد. اللي دقق يبقى بيجري. ودي مشكلة عند شباب كتير، إنه إيه طول اليوم شعاره معلش معلش. يعني إيه؟ دي تعدي ودي تعدي ودي تعدي، بقت الحكاية إيه؟ ملخبطة خالص. اللي يدقق في الكلام، في النظرات، في الأفكار، في العلاقات، في توزيع الوقت على اليوم، ده بيجري. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. شوف انت بتجري ولا بتتمشى. خلي بالكم العمر يا حبايبي مهما كنتوا شباب بيجري بسرعة قوي، مش بيستنانا. اما كناش احنا اللي نسبق العمر، العمر بيسبقنا. فجأة هتلاقوا ربنا يديكوا العمر كبرتوا، وفجأة هتلاقوا نفسكوا 70-80 سنة، وقلتوا الله لحقت 50 سنة تجري ولا أكتر؟ لحقت، لأن الأيام مش بتستنى حد. لكن في واحد شاطر بيعرف يسابق الأيام، بيعرف يجري. أول علامة للجري التبكير، تاني علامة للجري التدقيق، تالت علامة للجري الروحي الترتيب. الترتيب يعني إيه؟ اللي بيجري بيرتب يومه وبيرتب أولوياته، وبيقول ده قبل ده، ده أهم من ده، ده مش دلوقتي، ده يتلغي، ده ملوش لازمة. اللي سايب نفسه بدون ترتيب يقول عنه الكتاب أنذروا الذين بلا ترتيب. عارفين الإنذار دي برضو في لغة الرياضة، مش كده؟ في واحد بيطلعوا له مش عارف الكارت الإيه ده عشان ياخد إنذار. ليه؟ لأنه بيعمل حاجة غلط، بيكسر قانون. اللي ملوش ترتيب يعني بيصلي ملوش نظام روحي، بيقرأ الإنجيل يقول لما افتح الإنجيل أقول تفتحه ازاي؟ مش في نظام، مش كل يوم إصحاح أو اثنين أو ثلاثة زي ما أب اعترافك يقول لك، مش في اتفاق كده مع ربنا هتصلي كم مزمور، هتعمل كم مطانية، هتصلي قداسات قد إيه. يبقى الجري مرتبط بالترتيب. أخيرا الجري مرتبط بالتحفيز. التحفيز يعني الحافز. اللي بيجري، فاكرين ابتديت الكلام قلت حاجتين يخلوا الواحد يجروا بسرعة قوي، انه خايف او عاوز. يا بيجري من حاجة هتموته هتضره، يا بيجري على حاجة نفسه فيها يمكن تروح منه. والاتنين عندنا، احنا بنجري من جهنم وبنجري على السماء. مش عاوزين يبقى نصيبنا مع الأشرار اللي اتدلعوا وضيعوا أبديتهم زي العذارى الجاهلات، وبنجري ناحية الملكوت اللي المسيح اشتراه لنا ومش عاوزينه يروح مننا. يقول الكتاب امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. يبقى النهاردة خدنا شعار جميل، لو شغلنا صدقوني حياتنا ممكن تختلف. run to gain، اركضوا لكي تنالوا. اركضوا يعني نجري، نجري في الطريق الروحي يعني ناخد الحكاية جد. في واحد بيجري عشان يتعلم، في واحد بيجري عشان يصلي، في واحد بيجري عشان يعترف، في واحد بيجري عشان يخدم، كل دول بيجروا.
وانت بتجري في اي طريق من دول بتتملي بالروح القدس، بتشرب مية الروح، بتلتهب بنار الروح، بتفرح بحمامة الروح، بتنور بزيت الروح، بتتحرر من الخطية زي الريح. كل ده بيخليك حاسس ان حياتك مختلفة. اخيرا علامات الجاري: التبكير والتدقيق والترتيب والتحفيز. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد آمين.